مساء الخير يا كريم، والحمد لله على سلامتك. طبعا مساء الخير طبعا عليك زميلي العزيز احمد، وكل التحيه لزميلتي العزيزه ساره. وبقول لك طبعا اكيد بنقول الحمد لله على السلامه لكل بعثه النادي الاهلي، وباكد على كلامك رحله شاقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي رغم وجود طائره خاصه 6 ساعات، لكن الظروف صعبه شويه هنا بالنسبه للكونغو الديمقراطيه. الزحام كبير جدا، يمكن زي ما انت قلت ساعتين واكثر كمان من ساعتين من مطار كينشاسا حتى وصلنا الى فندق الاقامه. الزحام كان كبير، لكن مجرد خلاص وصلنا لفندق الاقامه مباشره زي ما اكدنا وقلنا لعيبه النادي الاهلي توجهت مباشره لتناول وجبه العشاء ومنها الى الغرف، وبدا بقى النادي الاهلي بتركيزه الكبير النهارده. يوم كان شاق النهارده لعيبه النادي الاهلي مع رطوبه ودرجه حراره عاليه جدا، يعني درجه الحراره وصلت النهارده توصل ل 33 و34 درجه، لكن هي الرطوبه صعبه شويه يعني 70 و74 النهارده صباحا كانت الرطوبه 86، فامر صعب جدا اكيد على فريق النادي الاهلي انه يكون متواجد وبيلعب في الساعه 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا 3 عصرا طبعا بتوقيت مصر. لكن رغم الظروف والتحديات الكبيره جدا لابد ان شاء الله ان يكون في تركيز كبير باللعيبه النادي الاهلي بالجديه الكبيره والعزيمه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه الخطوه ان شاء الله صعبه وغايه في الحساسيه لفريق النادي الاهلي، لكن التحضير مستمر لبيتسو موسيماني او ايضا كمان. طب كريم اسمح لي قبل ما ادخل معاك في التحضيرات، يعني امبارح احنا كان معانا معالي السفير حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطيه، وكنا بنتكلم على فكره الجماهير. عايز اعرف منك الموقف بشكل نهائي، لانه كنت بسأله وقال لي انه سمع من المسؤولين، واحنا حتى لما تواصلنا مع سكرتير نادي فيتا كلوب قال انه هيسمح بدخول 3000 متفرج لمتابعه المباراه في الملعب، في حين انه يمكن كان معنا خبر امبارح صادر عن الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي قرر عدم حضور، يعني ما تركش الامر للدوله اللي بتستضيف المباراه زي ما كان في الاول بيحصل. قال انه كل الماتشات اللي هتتلعب في بطولات افريقيه سواء كونفدراليه او في دوري ابطال افريقيا او حتى تخص المنتخبات الافريقيه هيمنع فيها دخول جماهير باي شكل من الاشكال. ده ينطبق على مباراه بعد بكره ولا ده هيتحدد في الاجتماع الفني بكره؟ يعني اقدر اقول لك مع اللي احنا شفناه في مباراه سيمبا لتنزانيا ما تستبعدش اي حاجه في مباراه فيتا كلاب اللي هتكون يوم الثلاثاء، مع التاكيد اللي بيقوله الكاف ومع كل الامور اللي احنا بنسمعها، لكن الامور بتكون صعبه جدا. يعني لو في تحديد يكون 3000 زي ما اتقال في البدايه خالص ان يكون في 3000 مشجع، ممكن يبقوا 30000، لان مجرد صفاره الحكم بتنطلق في كل الملاعب الافريقيه الابواب بتفتح بدون تذاكر وبدون اي شيء، فالامر ده حتى هذه اللحظه لم يحسم. لكن انا بقول لك من خلال الاسئله ومن خلال اللي احنا بنتكلم فيه هيكون في جمهور متواجد في هذه المباراه، لكن بغض النظر عن تواجد الجمهور عدده كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي يعني خلاص مجنبها خالص، الطقس والارض والترتان والعوامل وكل العوامل دي، احنا عندنا هدف ولعيبه النادي الاهلي عندها هدف، لابد ان يكون في تركيز كبير في هذه المباراه. مباراه هتغير الشكل العام بالنسبه للمجموعه النهائيه وهتدي دوافع كبيره ورغبه اكبر لعيبه النادي الاهلي ان احنا نتخطى دور ربع النهائي. التاكيدات حتى هذه اللحظه واللي احنا بنسمعه ان هيكون في عدد قليل من الجمهور، لكن لم يحسم هذا الامر حتى هذه اللحظه زميلي احمد زميلتي ساره. بنامل اكيد ان ميبقاش في جمهور، لكن حتى لو في جمهور لعيبه النادي الاهلي في قمة تركيزها الكبير اللي ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا فيهم ونقدر نتخطى هذا الامر. عايز ارجع معاك كمان للتدريب اللي كان النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء ليستقبل هذه المباراه، مباراه الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي. زي ما انت اكلت زميلي احمد، ترتان قديم وصعب واحساسه صعب على لعيبه النادي الاهلي، الترنات فيها مشاكل، السرعات والسبرنتات فيها مشاكل، الشوتنج محتاجه ان انت تدوس على الملعب بشكل كبير جدا، وده اللي حاول بيتسو موسيماني النهارده يخلي لعيبه النادي الاهلي تطبع على الملعب. اللعيبه كلها جريت في الملعب، داست في كل حته في الملعب، لكن محتاجين تدريب اكتر من يومين وثلاثه كمان، لكن هذا الظرف اكيد لعيبه النادي الاهلي اتحطت فيه اكتر من مره. لعبنا في الجزائر على ملاعب ترتان، ولعبنا ايضا كمان في 2019 هنا على ملعب ترتان، لكن هذه المباراه لها حسابات خاصه فنيا مع لعيبه النادي الاهلي ومع بيتسو موسيماني. يمكن الراجل في المحاضره اكد على هذا الامر، الراجل شرح بكل قوه طبعا نقاط القوه والضعف، ازاي هيبدا يلعب المباراه. الراجل عايز يضيق المساحات، عايز الباص يكون على الارض، الباص هيكون مختلف بشكل كبير جدا، لان النجيله انت عارف النجيل الطبيعي بيكون عالي شويه، فالكره بتكون محتاجه باص قوي، لكن الملعب ده محتاج باص خفيف، محتاج ارتكاز. فكل الراجل اتكلم في هذا الامر مع لعيبه النادي الاهلي مع التكتيك النهارده اللي حاول يطبقه بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، تضييق المساحات اللي اتكلم عليها بشكل مهم جدا، لخلق المساحات، انكار الذات، وده امر مهم جدا. اللي ضامن يحط جون بنسبه 120% يدي لزميله، يمكن الكلام ده كنا سامعينه في الملعب، لان المباراه مش محتاجه ان احنا نضيع، لان احنا شفنا المباراه الاخيره مباراه الاهلي وفيتا كلاب وصلنا للمرمى 14 و15 و16 فرصه غاب عننا التوفيق، فيعني اكيد مباراه زي كده مش هتتكرر تاني. فاكيد الراجل بيحاول ان هو ياكد على لعيبه النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه، والحقيقه زميلي احمد زميلتي ساره شايفين تركيز كبير
جدا من لعيبه النادي الاهلي. ايضا كمان يمكن زي ما انت قلت طبعا معالي السفير حمدي شعبان برفقه طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامر فاروق اللي حاول يوفر كل الامور وكل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي حتى موعد المباراه. كل الامور طيبه الحمد لله لفريق النادي الاهلي. كمان عايز اطمنك على محمد هاني وعمرو السوليه ومحمد طاهر. يعني محمد هاني كانت كره مشتركه قويه مع صلاح محسن، جديه كبيره وحماس. يعني انت عارف تدريبات النادي الاهلي وما بيكون في مباراه بقيمه الاهلي وفيتا كلوب فبيكون في حماس كبير جدا، كره مشتركه. لكن اطمنا الحمد لله على محمد هاني من الجهاز الطبي للنادي الاهلي، هيكون متواجد باذن الله في تدريب الغد ومنها ان شاء الله يكون متواجد بكل قوه في المباراه. طاهر محمد طاهر وعمرو السوليه ما عندهمش اي شيء غير اجهاد بسيط، يعني بناكد على هذا الامر. يمكن الراجل كان راجع من اجهاد، فيمكن النهارده الجهاز الطبي والجهاز الفني حاول ان هو يتحفظ شويه على لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش في مشاركه قويه على ان يكون ان شاء الله بكل قوه متواجدين في التدريب الاخير والرئيسي على ملعب الشهداء غدا في الثانيه ظهرا 10 صباحا. زميلي احمد زميلتي ساره هيكون المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني، 11 هيكون الاجتماع الفني، و2 ظهرا موعد المباراه هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي، دعواتك زميلي احمد زميلتي ساره ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون في قمه تركيزها الكبير جدا جدا ونقدر نتخطى ونصل لدور ربع النهائي ان شاء الله مع انطلاقه هذه المباراه. كريم المفروض الفريق يرجع امتى ان شاء الله؟ يعني بعد المباراه مباشره؟ بالتاكيد يمكن يعني زي ما انا قلت المباراه 2 يعني خلاص المباراه تنتهي، نتوجه مباشره على مطار كينشاسا. يعني في تحديد مبدئي للطائره تكون 7 مساء بتوقيت كينشاسا، 8 مساء بتوقيت القاهره، لكن ممكن يكون فيها تعديل. الامر ده يتم حسمه بشكل نهائي غدا ان شاء الله باذن الله. لكن يعني باكد لك ان هنطلع من هنا من الفندق على الملعب، ومن الملعب ان شاء الله على مطار كينشاسا، على ان يعود النادي الاهلي ان شاء الله منتصر بنتيجه كبيره جدا تسعد كل جمهور النادي الاهلي. نشكرك. نطمن على المسحه، الفرقه عملت مسحه النهارده كريم مظبوط؟ بالتاكيد زميلي احمد، يعني 12 ظهرا هنا بتوقيت كينشاسا كانت المسحه التبعيه لفريق النادي الاهلي والبعثه بالكامل. يا رب ان شاء الله باذن الله نطمن غدا. يعني في يمكن اخبار بتقول ان النتيجه تطلع النهارده بالليل، لكن يعني المؤكد في افريقيا بشكل عام بتكون ثاني يوم صباحا. فيا رب ان شاء الله باذن الله نطمن على بعثه بالكامل الكل. يعني بمناسبه المسحه، الاوضاع عندك ايه في الكونغو؟ يعني بالتاكيد انت يعني الساعات اللي فاتت دي قدرت تحدد في ازمه كورونا عندهم برضو والموضوع متفشي، في قلق او في خطوره لا قدر الله، ولا الامور مستقره؟ يعني لا، يعني حتى دي احنا بنسمع طبعا ان الارقام هنا ضعيفه جدا، لكن ما تستبعدش اي شيء. يعني هم عندهم هنا اقوى من الكورونا وعندهم امراض كثيره جدا طبعا، لكن يمكن زي ما بقول لك يعني يا رب ان شاء الله نحافظ على لعيبه النادي الاهلي في التزام شويه. طبعا فندق الاقامه هنا حاجه مميزه جدا، الدخول بالكمامات، قياس الحراره طبعا في الخروج والدخول، كل الامور دي طبعا مهمه وطيبه جدا. ولعيبه النادي الاهلي منعزله بشكل كبير جدا، يعني من الغرف الى المطعم الى غرفه المحاضرات الى الباص، لعيبه النادي الاهلي ما بتحتكش بحد، مانعين التصوير خالص. يعني في بعض الافراد البسيطه جدا من المصريه اللي بتحاول ان هي تكون متواجده خارج الفندق او على ابواب الفندق، لكن في منع تام من فندق الاقامه ان يكون في اي حد يختلط بلعيبه النادي الاهلي للحفاظ عليهم وعلى سلامتهم. وان شاء الله باذن الله نطمن بشكل كبير جدا على المسحه الطبيه اللي هتكون نتيجتها غدا ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون سلام، ما بقاش في اي حاجه تعكر صفو النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله نكون راجعين منتصرين بنتيجه كبيره جدا يا رب ان شاء الله تساعدنا فيها التاهل لدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد على يعني المعلومات المفصلة على إقامة النادي الأهلي منذ وصوله لغاية اللحظة اللي احنا متواصلين معاك فيها. بشكرك شكرا جزيلا.